السلام الله عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات للجمال مع إلهام. وصفة اليوم إن شاء الله ستكون وصفة مختصة بالشعر، تحديدا لعلاج مشكل تساقط ومشكل صلع، خصوصا صلع والفراغات ديال الشعر اللي كتكون عند معظم النساء وعند معظم الرجال، ماشي غير النساء بوحديتهم، ماشي غير الرجال. عندنا المسألة ديال الصلع ما كتقتصرش على جنس معين، وإنما كتقتصر او لا كتكون عند نساء وعند حتى الرجال. فاليوم غنعالجوهم وغنعالجو الشيب، اي هي البنات غتعالجو حتى الشيب، وغتعالجو ليا داك التساقط اللي تيكون في متى تمشطو الشعر ديالكم. كتلقاو على الرم ديال الشعر، يعني كامل تقريبا الشعر ديالكم حطيتوه في ديك المشطه. ايضا غتعالجو المشكل ديال التقصف، مشكل ديال الجفاف، السيدات اللي عندهم الشعر معكاز ما كيطوالش نهائيا، كيبقى في الحد ديالو، سواء مر عام، مرت عامين، 3 سنوات، 5 سنوات، كيبقى غير في الحد ديالو ما كيطوالش نهائيا. فان شاء الله غادي نعملوا على هذه المسائل كامله في واحد الوصفه واحده. وصفه واحده هي عباره عن محلول اللي غادي ترشوه على الشعر ديالكم، قويه 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 البنات الزوينه، غادي تشكروني عليها. وبليز دعواتكم كتهمني حبيباتي، خليو لي الدعوات ديالكم في لي كومونتير. وقبل ما نمشيو نتعرفوا على مكونات الوصفه، فنبغي نرحب بكم، بعدا نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا الا كنتو اول مره كتزورونا. فما تنساوش الضغط على زر الاشتراك، وايضا تفعلكم زر الجرس، تخليو لنا التعليقات ديالكم، اقتراحات ديالكم، استفسارات ديالكم، كل ما كيتعلق بكم خليه لي في لي كومونتير اولا في خانه التعليقات. الوصفات ديالكم الطبيعيه حتى كتزيد كتزيد تشجعني وكتزيد تهمني ايضا، لانه تنقراها واكيد ملي تنجربها وتلقى عليها اقبال تنشكر عليها السيده اللي قدمتها ليا وكنجي وكنشاركها معكم في القناه اللي تعمل فائده للجميع. فاليوم معنا اعشاب، معنا حتى شي مكونات اخرين، فقط غير الاعشاب. والاعشاب البنات هي اللي تحاولوا تلجؤوا ليها، لانها بثمن جد مناسب. ملي تمشي عند العطار كتقول لي عطيني وعطيني وعطيني، فالثمن جد جد مناسب، ممكن تاخذي غير 2 دراهم، 3 دراهم، 4 دراهم، 5 دراهم، على حسب كل وحده والقدره والاستطاعه ديالها. يعني الحمد لله بثمن جد مناسب تعملي هذه الوصفه في البيت ديالك وتطبقيها وتلقاي ان شاء الله نتائج زوينه. ممكن تستخدمي حتى البنت ديالك، انا شخصيا كنستخدمها الابنه ديالي، والحمد لله الشعر ديالها غزال بزاف. فالله يحفظ لكم وليداتكم، ودائما تهلاو في الانفس ديالنا ولكن بالاشياء الطبيعيه وباقل مجهود باقل تكلفه، هذا هو شعارنا. وندوزو دابا لطريقه التحضير، ولكن قبل نتعرفوا على المكونات، فاول حاجه كما غتلاحظوا في الصوره المصغره غنحتاج هنايا القشور الرمان. قشرة الرمان راه معروفين، حاولوا تاخذوا البنات الرمان في هذه الفتره هذه، لانه قريب دابا الموسم ديالو ما يبقاش، يعني غادي ما يبقاش في السوق نهائيا. فحاولوا تاخذوه تجيبوه وتاكلوه، تعملوه في الماكله ديالكم، وانما هاد القشيرات هادو ما ترميوهمش، حاولوا تخليوهم ينشفوا في السطح، ومن بعد تحتفظوا بهم في واحد الساشي وبقاو ديما عندكم فيما بغيتوا شي وصفه تلقاو بعدا قشرة الرمان. فالمهم ما علينا، غنحتاجو حنايا القشر ديال الرمان. غادي نحتاج معاكم البودرة الشاي، يعني الحبوب ديال الاتاي كطحنوهم. غادي نحتاج معاكم الى العشبة الثالثة، وهي رائعة جدا، واللي هي يا البنات وكتعطي واحد الريحة كتحمق، اللي هي الخزامة او الافندر، كتجي بهذا الشكل. فغنحتاج الخزامة. غادي نحتاج ايضا بخصوص يعني رابع مكون، غنحتاج ان شاء الله الى القرنفل حبوب. هنا عندي حبوب قرنفل حبوب، ممكن تطحنوه الا بغيتو، وانما الشوا تيبقى راجع ليكم. وغادي نحتاج ايضا الخامس عشبه معنا في هذه الوصفه، واللي هي المارميه اللي كتجي بهذا الشكل هذا. كل هاد الاعشاب راه كاينين عند العطار. اخر مكون البنات، واللي صراحه انا من العشاق ديال هذا المكون بزاف بزاف، واللي هو البابونج. البابونج زوين البنات، غزال غزال غزال، حاولوا تاخذوا منه كميه كثيره، لانه كيتواتى مع الشعر وكيعطي واحد اللون داك الاشقر الفاتح. هو في هذه الوصفه ما غيعطيناش اشقر، غير هو كيبدا يعطي غير ديك اللمعه بداك اللون تدريجيا تدريجيا مع التكرار ومع المداومه اللي كتمشي لمده شهرين الى ما فوق، عاد كتبان النتيجه. يعني ما نقولش لكم هذه الوصفه غترجع لكم اللون ديالكم الشعر الاشقر، وانما كتعطي واحد اللمعه في داك اللون. انا الصراحه من عشاق البابونج للشعر، سواء في الصبغات العلاج شي بزاف ديال الامور. فغنحتاجو ان شاء الله حتى في هذه الوصفه، وغنحتاج واحد الكوب ديال الماء مغلى مزيان على حقه وطريقه.
وهذو هما المقادير، يعني معنا قشرة الرمان، معنا الافندر او الخزامه، معنا البودره ديال الشاي، القرنفل، مرميه والبابونج. فدابا ندوزو على بركه الله لطريقه تحضير هذه الوصفه. فغادي ناخد هنايا هاد قشرة الرمان، وكنحاولوا نقطعوهم. نضيفو البودرة ديال الشاي، نضيفو شوية ديال القرنفل أو المسمار، نضيفو شوية المرمية مزيانة للشعر، نضيفو البابونج كيحمق هاد البابونج أو زهرة البابونج، ونضيفو الخزامة أو الأفندر. وهما كل العناصر ضفتهم، واحد الوصفة منسمة 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 بالأعشاب، رائعة رائعة يا البنات، غزالة بزاف. فدابا غادي نضيفو لي هداك الكوب ديال الماء مغلى مزيان كما قلت لكم، فبعد ما ضفت داك الكوب كبير ديال الماء مغلى ضفته بهذا الشكل هذا، فكنخلي هذا الكوب هذا اولا هاد المحلول هذا يتجانس مع هاد العناصر مزيان، يتغلغل يتغلغل يتغلغلو مزيان، ومن بعد كندوز للتصفيه ديالو بواسطه اكيد صفايه. ومن بعد ما كنصفيوه كنعملوه في هاد البخاخ هذا، ولا في هاد الرشاش هذا، راه هذا ديال الحلاقه والتجميل كيستخدموه الناس اللي في الصالونات اولا اللي في الحلاقه، راه معروف. فغادي تاخذوا لانه الحجم ديالو كبير ومزيان لكم للشعر. فكما قلت لكم غير هو هاد الاناء هذا اللي وضعت فيه هاد العناصر خاصو يرقد المده ديال ليله كامله 24 ساعه، الا ضفنا كل هاد العناصر وضفنا لهم الماء البارد وغليناهم لمده 15 دقيقه عاد ممكن نستخدموا الوصفه بعد ما كتبرد الوصفه مباشره. اما الا عملتوا هذه الطريقه فخصكم تخليوها ليله كامله عاد من بعد النهار الموالي، عاد من بعد كدوزوا لتصفيه هذا المحلول وتعملوه في بخاخ اولا في رشاش وتطبقوه على الشعر ديالكم. وبعد ما حركت هاد المحلول هذا مزيان، فدابا غادي ندوز للتصفيه ديالو معاكم. وها هو دابا هذا المحلول غادي نوضعه في هاد البخاخ هذا ولا في هاد الرشاش، وها هو هذا المحلول. مع العلم انه راه ما خليتوش 24 ساعه اولا ليله كامله، راه خليته غير حركته وطبقته معاكم، ما بغيتش نطول عليكم اكثر، فقلت علاش لا ما نقولهاش لهم غير شفويا، هما اكيد راه غيطبقوا الوصفه كما ذكرت باش نجح معاهم ان شاء الله وتبان لهم النتيجه. فكما قلت لكم راه اللون ديالو كيتغير على هذا اللون، هذا اللون راه كما قلت لكم خليته غير باش جميع العناصر يتفاعلوا مع بعضهم البعض وحركتهم. اما نتوما غتخليوه 24 ساعه ولا ليله كامله غادي يولي لكم لون اسود غامق مزيان. فبعد ما كتفرقوا الشعر ديالكم، هاي الوصفه دابا وجدات، فكدوزوا انكم كتبداو تطبقوها على الشعر ديالكم بهذه الطريقه هذه
كما هو موضح في الفيديو امامكم الان. مزيان 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 حتى كتغلغلوا داك الشعر مزيان بهاد المحلول هذا حتى كيعمر. بعد ما كيعمر وكيفزق مزيان كتعملوا ليه واحد البلاستيك الغذائي اولا النايلون وكتخليه واحد المده ديال ليله كامله. عاد من بعد كتغسلوا الشعر ديالكم. الناس اللي ما قدروش على ليله كامله فخليوه غير ساعه او ساعتين او ثلاثه سوايع، المهم على حسب الرغبه. ومن بعد غسلوا الشعر ديالكم وبصحه والراحه. ممكن استخدام هذه الوصفه بدون غسل، يعني ما تغسلوهاش ولكن ما تعمروش الشعر ديالكم بها، حدكم غادي تعملوها غير في المقدمه والبلايص اللي فيهم الفراغات فقط، ما غاديش تعمروا بها ولا تغلغلوا بها الشعر ديالكم. هذه نقطه نبغي نذكرها باش بزاف النساء ما يوقعوش في هاد الغلط، لانه الا خليتوها وعمرتوا بها الشعر ديالكم مزيان راه ضروري ما خصو يتغسل، فكتحاولوا تعملوا لحد القد. فنتمنى وصفه اليوم تكون نالت الرضا ديالكم ونالت الاعجاب ديالكم واستفدتوا منها وكانت خفيفه ظريفه على قلوبكم. جربوها بليز حبيباتي، راه زوينه وزوينه بزاف، سهله مهله اقتصاديه وممكن الاحتفاظ بها وقت ما تبغيوها تلقاوها. يعني شوفوا تبارك الله كوب غير كميه كوب عطاتني هاد المحلول بهاد الكميه هادي وبهاد القوه هادي، يعني راه رائعه. نتمنى كل من جربتها تبارطاجيها مع صديقاتها واحد اخرين باش يستافدوا منها حتى همايا. ونشكركم بدوري على حسن تتبعكم لهذا الفيديو وجميع الفيديوهات الموجوده في القناه، ونلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد عن قريب.